السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معايا النهاردة في مطبخ ريمي السينابون بتعجينة جميلة جدا، وبالصوص الأبيض صوص الجبنة طالع تحفة بجد، جميلة جدا. تعالوا شوفوا شكلها عامل ازاي، طالع يجنن بجد، ريحته تجنن. وانا عاملاه معاكم قبل كده بكل صوصاته، هسيب لكم كل لينكات الصوصات وطريقته اللي انا عاملاها قبل كده في صندوق الوصف. ويلا بينا دلوقتي نشوف الطريقه الجديده بتاعتنا بعجينه حلوه قوي، ان شاء الله هتعجبكم خالص. يلا بينا نسمو بسم الله ونبدا على طول ونشوف مكوناتنا. اول حاجه معايا 4 كوبايات من الدقيق، ومعايا معلقتين من اللبن البودر، ومعلقتين من السكر، ومعلقتين من الكريم شانتيه، وبيضايه، ومعلقه خميره، ونص معلقه بيكنج باودر، وزبده، ومعايا رشه من الملح، وكوبايه من اللبن الدافي. هنزل بكوبايه من اللبن الدافي مع بعض كده، وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين من السكر، وكمان هنزل بالمعلقتين من اللبن البودر، بيدي هشاشة للعجينة. وده بقى المكون الأساسي النهاردة، معلقتين من الكريم شانتيه، ونص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ورشة من الملح. وهقلب وادوب كل المكونات في بعضها. الكريم شانتيه هيخلي العجينة جميلة جدا، العجينة دي معمولة بالكريم شانتيه هتبقى جميلة جدا للسينابون وهتبقى تحفة. وانزل بالبداية دلوقتي، وهنزل كمان بربع كوباية من الزبدة الدايبة، وقلب واخلط المكونات كويس جدا زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هبتدي انزل بالدقيق بالتدريج، انا معايا 4 كوبايات على حسب نوع الدقيق اللي انت بتستعمليه. ما تنزليش بكمية الدقيق مرة واحدة، لانك ممكن ما تحتاجيهاش كلها، وممكن تحتاجي تزودي كمان شوية عن ال4 كوبايات. فانزلي بالتدريج عشان تقيمي العجينة بتاعتك. انا هبتدي اعجن بايديا بقى والم العجينة. هي هنا هتاخد معايا ال4 كوبايات بالظبط. العجينة هتطلع جميلة جدا وطرية وناعمة قوي، وريحتها مميزة ونكهتها جميلة جدا جدا. اتمنى تجربوا العجينة دي، فعلا حلوة قوي. هلم كده وابتدي اعجن العجينة بتاعتي، وهيطلع ملمسها ناعم وجميل قوي، هتتعجن كويس قوي تمام. ولو بالعجان هتتعجن معاكي بسرعة اكتر، بس انا بحب استعمل ايديا، ما عنديش عجان اصلا، فبستعمل ايدي في العجين وبحس بملمس العجينه اكتر. فبصوا ثابت العجينه البوله خالص، بصوا وناعمه وجميله وطريه قوي. هسيبها تخمر في مكان دافي واغطيها، واول ما تخمر هرجع ويلا بينا نعمل الحشوه بتاعتها قبل ما تخمر معايا. الحشوه بتاعتها معايا نص كوبايه من السكر، 3 معالق من الكاكاو الخام، و3 معالق من القرفه. الكميه دي نسبيه، يعني عايزه تكتري سكر ممكن، عايزه تكتري الكاكاو الخام ممكن. الكاكاو الخام بيخليها غنيه ولونها جميل قوي من جوه. والقرفه طبعا لو بتحبي تزوديها عن كده زودي، بتحبي تقلليها. كل المقادير نسبيه. هخلط كل المكونات مع بعض زي ما انتم شايفين كده، والعجينه خمرت. يلا نروح نجيبوها ونشتغل على طول. بصوا يا حبايبي العجينه خمرت وناعمه وجميله جدا، بصوا خمرانه قوي، بصوا جميله جدا. هبتدي المها والم واطلع الهواء اللي فيها، وابتدي دلوقتي نفردوها سوا مع بعض. تعالوا نشوفوا بقى العجينه بتاعتنا الجميله جدا دي بتتشكل بكل سهوله وبساطه. هبتدي دلوقتي ارش رشه من الدقيق، رشه خفيفه كده خالص تمام، وابتدي افردها. انا عايزاها على شكل مستطيل على قدر المستطاع، يعني خلوها مستطيل عشان تترف معايا الرول وتبقى حلوه في اللف معايا في السينابون. وهرش رشه من الدقيق من فوق، وابتدي ابططها وافردها بالفراده بتاعتي زي ما انتم شايفين كده بالظبط تمام. هرققها عشان تبقى كمان لفاتها كتير جدا، ويبقى اللفات بتاعت السينابون كتير، فهفردها كويس قوي زي ما احنا شايفين كده بالظبط. هخلص فردها وارجع اوريكم شكلها النهائي هيكون عامل ازاي اول ما افردها، وسمكها هيبقى خفيف ازاي. خليكم معايا. بصوا حبيبي انا فردتها، شايفين فردتها كويس قوي. دلوقتي هدهنها بالزبده اللي بحراره المطبخ. الزبده عندي طريه خالص كده وبفرشه كده، او بايديكي طبعا عادي، واستعملي ايديكي عادي خالص انت بتعملي الحاجات دي لاولادك. وهفردها هفرد الزبده على سطح العجينه كده بالشكل ده. خدت معايا حوالي نص كوبايه من الزبده الطريه
زي ما احنا شايفين كده بالظبط، شايفين شكلها دهناها كلها بالزبدة. تمام، هجيب دلوقتي الحشوة بقى بتاعتي اللي انا عاملاها من القرفة والسكر والكاكاو الخام. الكاكاو بيدي لون جميل للحشوة ويخليها غنية وجميلة جدا. هرش كويس جدا العجينة بتاعتي بالقرفة والسكر والكاكاو، واسد كل، مش عايزة مكان مفهوش عشان يبقى كله واصل له الحشوة. فهرش كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، مش هخلي فراغات خالص، وافرت الحشوة كلها على العجينة بتاعتي بالشكل ده. تمام، ممكن تكتري سكر، ممكن تكتري قرفة، ممكن تكتري الكاكاو، كل المعيار النسبي وتاه بتاعك انت. هبتدي امشي بالفرادة بتاعتي على السكر والقرفة عشان اثبتها على العجينة كمان وما تفرفطش مني وانا بلفها وبقطعها زي الشكل ده بالظبط كده. تمام، هعمل كده على العجينة كلها. بصوا، هبتدي بقى الف رول، هبتدي اتأكد من ان الحروف ملفوفة كويس قوي، فببرم الحروف كويس قوي واتاكد من ان هي ضيقه، اللفات ضيقه بالشكل ده، وابتدي الم الرول براحه بالشكل اللي احنا شايفينه كده، وراعي الحروف معايا ان هي ما توسعش مني، واحاول الرول يبقى كله مقاس واحد زي ما احنا شايفين كده بالظبط. تمام، هلف كل الرول معايا براحه كده بالشكل اللي احنا شايفينه كده بالظبط، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين عجينة مساعداني خالص ان انا الفها كويس قوي، جميلة جدا جدا. هلفها كلها بالشكل ده، بصوا العجينة مساعداني خالص ازاي، وخلاص انا كده لفتها. هبتدي اعمل ايه؟ اقفل الاطراف كويس قوي، مهمة اول النقطة دي والمرحلة دي خالص، ان انتي تحاولي تقفلي عشان العجينة لما تخمر ما تفتحش منك ولا تفتح في الفرن، فلازم تقفلي كويس قوي الحروف بتاعت العجينة عشان تتأكدي ان هي مش هتفتح معاكي خالص. يلا بينا بقى، تعالوا كده نشوفوا هنقطعوها ازاي مع بعض. انا معايا هنا صينية مدهونة بالزبدة، وهبتدي دلوقتي اجيب القطاعه بتاعتي واحدد الاماكن اللي انا هقطع فيها. عايزه احجام السنابون وسط، مش كبيره ولا صغيره. تمام، فبحدد علامات كده تسهل لي على التقطيع. ممكن تقطعي بسكينه حاميه، ممكن تقطعي بالخيط، وانا وريتكم قبل كده التقطيع بالخيط. انا هقطع النهارده بالقطاعه حامله حاميه معايا خالص، وهبتدي اقطع. بصوا تقطيعتها جميله وطالعه حلوه قوي ازاي. وهبتدي ارصص التقطيعه بتاعتي، القطع السنابون بتاعي في القارب اللي انا هسوي فيه. تمام، شايفين بالشكل اللي احنا شايفينه كده بالظبط. ابتدي اسويها واحط القطع بتاعتي، شايفين شكل السنابون تحفه بجد، ريحه السنابون في البيت تفتح النفس بجد، حلوه قوي. خلصت الكميه اللي معايا، هسيب السنابون دلوقتي اغطيه واسيبه يخمر كويس قوي مده نص ساعه، واول ما يخمر نرجع نشوف هنكمل ازاي مع بعض. خليكم معايا وتابعوني. احنا دلوقتي هعمل الخلطة، الصوص الابيض اللي بيتحط عليها. انا معايا 3 معالق من السكر البودر، ومعايا كمان معلقتين كبار من الزبدة الطرية درجة حرارة المطبخ زي ما احنا شايفين كده، معلقتين كبار من الزبدة. ومعايا جبنة مثلثات، ممكن جبنة كريمي، ممكن جبنة كيري، نوع الجبنة اللي انت بتفضليه. ومعايا معلقتين من اللبن البودر، ومعايا كمان رشة من الفانيليا. كل المكونات مع بعض كده، وهبتدي اخلط بالمضرب كويس قوي. المضرب بيدي قوام هش وخفيف للصوص بتاعك الابيض. هضربه كويس جدا زي ما احنا شايفين كده بالظبط، هضربه خالص كده واخلط كل المكونات ببعض واقلب طبعا، واجيب عشان اتاكد ان السكر مش متراكم تحت بالشكل اللي احنا شايفينه كده. دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل بربع كوبايه من الميه الدافيه. هي ميه دافيه ليه؟ علشان تحاول تمزج لي الزبده كويس قوي بالصوص. تمام، واحنا بعد كده هنريحها في الثلاجه. طبعا انا هضفت دلوقتي كمان ربع كوبايه من الميه تاني، يعني حوالي نص كوبايه، على انا بحب قوام الصوص مش خفيف قوي ولا تقيل جدا، انا بحبه قوام حلو كده وسط. بصوا تعالوا نشوفوه، هو هنا دلوقتي هوريكم القوام بتاعه. بصوا القوام ده انتوا ممكن تكونوا شايفينه خفيف، لكن هو هيريح في التلاجة، هيتقل معايا، وكمان لما يتقل هوريكم تقل قد ايه. خليكم معايا، العجينة خمرت، تعالوا نشوفوها.
بص يا حبيبي، العجينه خمرت، شايفين شكلها عامل ازاي؟ خمرت حلو جدا وشكلها يفتح النفس. هدخلها على درجه حراره الفرن 180، هتاخد حوالي نص ساعه، اسيبها تاخد راحتها خالص وتستوي كويس قوي، وارجع نشوفه هنكمل مع بعض ازاي اول ما تطلع من الفرن، ويكون الصوص بتاعي كمان ريح في التلاجة وتقل، ونرجع نقدمه مع بعض. بص يا حبيبي، العجينه استوت وطالعه ريحتها تجنن، ريحتها حلوه حلوه قوي، عجينتها جميله وخفيفه وهشه جدا. تعالوا شوفوا الصوص بتاعي، شوفوا تخن ازاي، انا بحب القوام ده قوي للصوص بجد، ما بحبوش ولا اخف من كده ولا اتقل. وهبتدي دلوقتي احط الصوص بتاعي على قطع السينابون. السينابون طالع من الفرن دافي، انا سبته لما هدى طبعا، لان البايركس كمان لو نزل على الصوص من التلاجة هيترشق ويفلع، خلي بالك من النقطة دي خالص. انا سبت السنابون بقى دافي والبايركس هدى، وبقيت بحط دلوقتي الصوص الابيض. شايفين الصوص الابيض؟ قوام الصوص الابيض ده مثالي، واخد حوالي نص كوباية من المية الدافية. بصوا شكله جميل وريحته تجنن والصوص يجنن عليه بجد، حلو قوي قوي. انا مقدمه معاكم صوصات الشوكولا والطوفي قبل كده، وعامله لكم في القناه، هسيبه لكم في صندوق الوصف. بصوا العجينه تحفه بجد، جميله جدا وناجحه قوي، وريحتها تجنن بجد، طعمها رائع. انا مش قادره اقول لكم قد ايه حلوه. اتمنى النهارده يكون الفيديو عجبكم، ولو اول مره بتزوروا قناتي ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.